بس معانا على التليفون طبعا الكابتن مؤمن صفا، طبعا ده المشرف العام للمنتخبات كرة اليد. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير عليكم كلكم، منورين استوديو الكابتن ممدوح، استوديو التيام. كابتن مؤمن يعني بجد شخصية أنا ما كنتش أعرف كابتن مؤمن قبل كده، فعلا ما كنتش أعرفه فعلا قبل كده، بس أنا يعني بجد سعدت وتشرفت بالعمل مع المجموعة دي، وخاصة كابتن مؤمن شخصية يعني ان هم يقبلوا واحد من خارج وسط او كرة اليد يجي يشتغل معاهم ويسيبوا له مساحة ويشتغل معاهم، بجد يعني حاجة. تشرفت بالعمل مجموعة مجلس إدارة بالكامل وخاصة كابتن مؤمن. حضرتك واحنا اللي سعينا حضرتك موجود معانا، خبراتك ومجهودك فعلا اخ فاضل، وطبعا يعني خبرات زي ما بقول كده عالميه. الله كابتن ممدوح مؤمن، كان لسه استاذ ممدوح بيتكلم قبل حتى مكالمه كابتن حسين لبيب في فكره مرونه التعامل، يعني ان كل واحد متاح له النهارده انه يعني يقول افكاره، وان لو في مجال ان هي حتى تتنفذ بشكل مرن جدا وطبيعي جدا، ما فيش حاجه اسمها انا الكبير هنا، انا الاول، انا ما اعرفكش. قصه المرونه والاحترافيه في التعامل دي كلمني عنها برضو بشكل كبير. والاول اتفضل. بصي انا هقول لحضرتك حاجه، طبعا احنا كلنا زي ما بيقولوا كده متعودين في الهاندبول بيبقى لينا كابتن وبنشتغل تيم ورك من واحنا في الناشئين، سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات، متعلمين زي مانيوال كده زي ما كابتن ممدوح بيكلمك في السياحه. عندنا جايد لاينز معين لكره اليد، سواء من اول اللعيبه، اول اداره التدريب، من اول اداره الاتحاد. طبعا الكلام دوت ايام زي ما انت عارفه العمل الاداري بتاع الاتحاد الجايد لاينز ده بتصير حسب مصطفى. طبعا انت عارفه من واحنا بنلعب الواحد يقول الله، هو الموضوع ده بيتعمل كده ازاي؟ طب كده ما ينفعش. لما بقى في المكان بتاع اداره الاتحاد لقى ان كل حاجه كانت بيتعلمها او بيشوفها رغم انها بتكون فيها التزام اكثر او تصفيه اكثر، لكن هي فعلا هي دي المصلحه بتاعت التيم بتحتاج كده بتتعمل. فاحنا الحمد لله ان التيم ورك واحد. طبعا برضو عندنا باك جراوند بزنس، فسواء على مستوى الناس اللي بتدير الاتحاد او على مستوى الناس اللي بتدير اللجنه المنظمه، كلنا في الاخر متعلمين من بعض. وده منعكس يا كابتن مؤمن على نجاح وتنظيم البطوله دي زي ما احنا قلنا. الحمد لله ان هو زي ما بيقول لك ان يعني احنا يمكن استاذ ممدوح اول مره يشتغل مع كره اليد، لكن لما جه قال لك انا هروح فين في وسط الناس ديت، لقى ان في مساحه ولقى ان في افكار قطاع تربيه، ومش بيتكلم بس في الحته بتاعت سواء الاقامات او بيتكلم في حاجات ثانيه خالص. يعني ممكن يكون هو مش حاسس ان احنا ممكن ناخد رايه فيها، لا بالعكس ده هو يقول رايه زي ستيلينج كوميدي، يعني لجنه تنفيذيه بمفهوم اللجنه التنفيذيه. صحيح. ده مهم جدا يا كابتن، وخلينا اتكلم معاك بكل امانه، احنا يعني هنا في مصر اعتقد من افضل الاتحادات على مستوى الاتحادات الكرات الجماعيه هو الاتحاد المصري لكره اليد، وشفنا ده من خلال يعني مشوار طويل في كره اليد واجيال كتيره جدا، لكن مع كمان صحيح. اضافه جديده للاستاذ ممدوح، طبعا اضافه لاي مكان الله. مع طبعًا. الاحترافيه في التعامل مع كمان الفيجن، عنده فيجن وعنده جديد وعنده كمان غير الخبرات، عنده افكار بتطرح من خلال حاجه عايز يزودها، وبالتالي بيلاقي مساحه يشتغل فيها زي ما قال، فده دليل على النجاح الكبير. كابتن مؤمن النهارده تابعت ازاي مباراه النهارده؟ يعني كان كل الناس بصراحه يعني في مصر كلها كانت بتتفرج على المباراه، وكان اعصابنا مشدوده شويه. شفت ازاي هذه المباراه والتعادل مع يعني خصم عنيد زي سلوفينيا، ومشوارنا ان شاء الله في دور الثمانيه باذن الله؟ والله هو انا عايز ابتدي من مشوارنا في البطوله كله، لان هو اكيوميتد، يعني كل ماتش هو متركب على اللي بعده، كل ماتش كل فوز ليك بيديلك بيفتح لك شباك في المباراه اللي بعديها. يعني احنا لما ابتدينا البطوله انت عارف احنا كان بسبب الكوفيد احنا كان عندنا برنامج الاحتكاك ما اتعملش طبعا، لان
ظروف خارجه عن ارادتنا يعني، وكانت متمرنين كويس جدا، لكن كان اللعيبه انت عارف المعسكرات التدريبيه مختلفه تماما عن لياقه المبادره، وخاصه في اجيال مختلفه، في ناشئين وفي شباب وفي لعيبه محترفه، فكان في توليفه كده محتاجه وقت يعني. ما بين الناس دي كلها على الاقل حوالي مثلا في اخر شهر ده على الاقل 6 7 مباريات. فاحنا دلوقتي اللي انا شايفه من ماتش لماتش بتاخد الهارموني بيتظبط، صحيح بيتظبط، الهجوم بيتحسن، حراسه المرمى بتاخد ثقه اكتر، كل المدارس اللي احنا بنلعبها ديت مدارس مختلفه. لو انت ابتديت بمدرسه روسيا وبيلاروسيا مثلا والسويد سرعه، بيلاروسيا وروسيا قوه، النهارده مدرسه يوغوسلافيا ديت زي ما بيقولوا كده اهوت بتجمع الاثنين، بتجمع القوه والمهاره نفسها. مهارة. صحيح. انت عارف مدرسه يوغوسلافيا عموما في الهاندبول زي غزير كده في الكوره بالنسبه للمهارات يعني. فالنهارده كان اعنف ماتش بالنسبه للمنتخب المصري بيلعبه، مش بكلمك على مستوى بس المهارات، لا ماتش عنف، فيه عنف، فيه لالت، فيه صحيح في دم، كان في دم النهارده يا كابتن في الملعب. بعدين هم ذاكروا منتخب مصر كويس جدا وقفلوا له نقط القوه بتاعته، والحمد لله ان احنا قدرنا برضو من بين الشوطين ان احنا ما ابتديناش بدايه قويه زي كل مباراه، كنا بنبتدي بدايه قويه ندي ثقه البدايه القويه، فالفريق الثاني بيجري وراه. احنا النهارده احنا اللي بنجري ورا سلوفينيا لغايه اول 10 دقائق في الشوط الثاني، وبعدين نزلنا بالريتم بتاعنا مشينا جون بجون لغايه الاخر، وفرقنا بالاخر واحد، والحمد لله ربنا كرمنا ايه ان احنا غلبنا، خلينا تعادل او مكسب بيطلعنا دور الثمانيه. واللي انا عايز اقوله بس البطوله ديت احنا طلعنا دور الثمانيه البطوله اللي فاتت، صحيح البطوله اللي فاتت اول مره تكسب البطوله تعمل عشان 32 فرقه ان يبقى عندك تو مين داون، انت تجمع نقط من اول لما بتخش لغايه بدايه دور الثمانيه، بدايه النوك اوت في دور الثمانيه مش في دور ال 16، وده بيصعب عليك المهمه ان انت لغايه ماتش النهارده انت مش عارف هتتاهل ولا مش هتتاهل، محتاج تكسب 5 ماتشات اوت اوف 6. يعني في المشوار القديم المفروض بعد عدد الماتشات دي كان زمانك بتلعب دور قبل النهائي. انت الماتشات القديمه بتلعب الميد راوند وبعدين تخش تلعب دور ال 16، صحيح نوك اوت، كسبت وبقيت دور الثمانيه، كسبت وبقيت دور الاربعه ماتشين. طبعا الكلام دوت انت عارف ان كره اليد مبنيه اصلا على الدول الاوروبيه. فاحنا لما نبقى مجموعه معانا 5 دول اوروبيه ونطلع دور الثمانيه وسط ال5 دول هي دي النهارده الفرقه اللي بتلعبها، لو يمكن ناس كتير ما تفهمش المعلومه ديت، سلوفينيا دي الرابع كاس اوروبا اللي معمول من 6 شهور ل7 شهور في السويد. يعني هي كانت على منصه التتويج او اقرب الى منصه التتويج اكيد في بطوله اوروبا ضد الامم الاوروبيه في السويد طلعت الرابع. كان البطل كان اسبانيا كان بيلعب فاينل مع كرواتيا، كان الماتش في السيمي فاينل اعتقد كان سلوفينيا والبرتغال. احنا بنشكره، اتفضل. الفرقه دي ليها كره يد يوغوسلافيه متوجه لسه من 7 8 لا، وكمان على مستوى الخبراء اللي كانوا موجودين معانا هنا، على خبراء كره اليد اللي كانوا موجودين، هم كانوا بيقولوا اصعب المباريات اللي ممكن تقابل مصر هو منتخب سلوفينيا، وده اللي حصل النهارده. وبنتمنى ان شاء الله هذا التعادل بطعم الفوز ان شاء الله بيكون دفعه لدور الثمانيه، وان شاء الله ايا كان ايا كان المنافس احنا عارفين هيكون الدنمارك يعني، بس عندنا امل كبير جدا يعني. وربنا ان شاء الله يعني هو دور الثمانيه هتلعب دنمارك بطل عالم، هتلعب ثاني عالم، هتلعب ثالث عالم، انت وسط الثمانيه الكبار دلوقتي. صحيح صحيح صحيح. مبروك لحضرتك ومبروك لمنتخب مصر ما وجودنا في الثمانيه الكبار، وعلى امل باذن الله نحقق المعجزه ونبقى في الدور الاربعه باذن الله. كابتن مؤمن شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ ممدوح كابتن مؤمن شكرا يا كابتن مؤمن بجد، انا سعدت ان انا بشتغل معاك والله يا كابتن مؤمن، شخصيه محترمه جدا. ان شاء الله كل التوفيق ليه.